السلام عليكم طلابي في الصف الخامس الأساسي، نلتقي اليوم لمتابعة الجزء الثاني من درس القراءة معركة عنجر. افتحوا كتاب القراءة صفحة 55 ونتابع معا. معركة عنجر. وتلاحم الجيشان وشق غبار المعركة عنان السماء، وتصاعد صليل السيوف وارتجفت الأرض من هول القتال، ولكن بسالة اللبنانيين وحنكة الأمير ألقتا الرعب في قلوب الأعداء، فانهزموا وتراجعوا يجرون أذيال الخيبة. وفيما كان الأمير يتفقد من على صهوة جواده ساحة المعركة، أبصر عدوه الوالي التركي مصطفى باشا، وقد تركه جنوده جريحا خائر القوى يزحف متثاقلا يجثو ويتوسل إلى الأمير بأن يعفو عنه فلا يقتله. والآن سنبحث في هذه الفقرة عن معاني الكلمات التالية. ما معنى تلاحم الجيشان؟ معنى تلاحم الجيشان اشتبكا وجها لوجه. ما معنى تلاحم الجيشان؟ معنى تلاحم الجيشان اشتبكا وجها لوجه. ما معنى عنان السماء؟ معنى عنان السماء أبعاد السماء. ما معنى عنان السماء؟ معنى عنان السماء أبعاد السماء. ما معنى خائر القوى؟ معنى خائر القوى ضعيف. ما معنى خائر القوى؟ معنى خائر القوى ضعيف. ما معنى يتوسل إلى الأمير؟ يتوسل إلى الأمير يترجاه. ما معنى يتوسل إلى الأمير؟ يتوسل إلى الأمير يترجاه. نظر الأمير إلى رجاله الذين اجتمعوا حوله وقال لهم: لقد عفوت عنه وأريد منكم أن تعيدوه إلى دياره، ففعلوا. وهكذا انتصر الأمير بوطنيته وبسالة جيشه وحقق حلمه الكبير. وما إن وصل مصطفى باشا إلى مركز ولايته في الشام حتى أصدر اعترافه بسيطرة فخر الدين على البلاد كلها ولقبه بسلطان البر. إذن ما معنى بسالة جيشه؟ شجاعته. ما معنى بسالة جيشه؟ شجاعته. النص مقتبس من نص للكاتبة روز غريب، إذن اسم الكاتبة هنا روز غريب. السؤال الرابع: أين دارت المعركة؟ انظر عزيزي الطالب، فجهز جيشا من اللبنانيين الأشداء الحريصين على وطنهم وسار بهم إلى سهل البقاعي. إذا أين دارت المعركة؟ دارت المعركة في سهل البقاع. ومن انتصر فيها؟ وهكذا انتصر الأمير بوطنيته وبسالة جيشه وحقق حلمه الكبير. إذا من انتصر فيها؟ انتصر فيها الأمير فخر الدين الثاني. عرفت المعركة باسم المكان الذي دارت فيه، ما كان؟ وما إن وصل هذا الجيش الزاحف إلى ربوع عنجر، إذن عرفت بمعركة عنجر نسبة إلى المكان الذي دارت فيه. السؤال الخامس: في النص دلالة على احترام الأمير لأمه وإطاعته لها، أين بدا ذلك؟ أطلت عليه أمه بوجهها الهادئ، فأسرع إليها يقبل يدها، فلاحظت على وجهه شيئا من العبوس فقالت له. إذن بدا احترام الأمير لأمه عندما أسرع إليها وقبل يدها، وتظهر إطاعته لها عندما عمل بنصيحتها.